ولم يزل علماء هذه البلاد في أدوارها الثلاثة إلى يومنا هذا يساهمون بحظ وافر وجهاد زاخر في الرد على الباطل وأهله. ومن الدعاوى المروجة اليوم قولهم إن العلماء لا يردون على الباطل، وهذه دعوى آثمة من جهتين، إحداهما ادعاء الإحاطة بغيب لا يعلم، فمن ذا يحيط بأحوال العلماء قولا وعملا ليجزم أنهم لم يسعوا في رد الباطل ولا قاموا فيه بما تبرأ به ذمتهم، والأخرى الجهل بمسالكهم في ذلك، فإنهم تارة يردون الباطل في ثوب بيان الحق المزهق له، فهم يبينون مقابله الذي يدمغه، وتارة يكتفون بظهور بطلانه عن إبداء شيء فيه لكون ذلك من ضروريات الدين أو من المشهور فساده عند المسلمين فيميتونه بالإعراض عنه ولا ينفخون فيه روح الحياة، وتارة يتركون البيان الباطل خوف وقوع باطل أكبر، فالمفاسد درجات وقد تدفع مفسدة كبرى باحتمال مفسدة صغرى، واللاهجون بدعوى أن العلماء لا ينكرون الباطل طائفتان، أهل غيرة وحماسة وأهل خسة ونجاسة. فأما أهل الغيرة والحماسة فحملتهم غيرتهم الدينية وحماستهم الإسلامية على ما قالوا، فهم محسنون قصدا مسيئون عملا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وبئس ما يفعلون. وأما أهل الخسة والنجاسة فمنهم من يسعى لإسقاط المدرسة السنية السلفية التي قارنت الأدوار الثلاثة لهذه الدولة المباركة فكانت صمام أمان ورابطة اجتماع، ومنهم من يرى علماءها يزيفون باطلا يعجبه فيقصد إضعافهم بتحريض الناس عليهم بدعوى أنهم يسكتون على الباطل ويوجه أنظارهم إلى باطل آخر. وكلا الطائفتين تطلب نفسا يلهب المشاعر ويحرك الضمائر، يخاطب العواطف ويحدث العواصف، وهو نفس أجنبي عن الإسلام مستلهم من مدرسة الرأي العام والخطاب التعبوي والشعبية الضاغطة. وأولئك العلماء الذين أنتصر لهم وأذب عنهم هم من ثبت لهم وصف الديانة والعلم رسما لسما ووجدت فيهم حقيقتهما لا مجرد الدعوى، وعرفوا بنور الحق والحق لا يخفى، فكما كان للأنبياء دلائل تدل على صدق نبوتهم فإن لورثتهم من العلماء أمارات تشهد على صدقهم وهدايتهم. والصادقون الساعون في نصرة الإسلام ينبغي أن يكونوا مع العلماء بالتذكير للنكير والاعتدال للاعتداء والإعانة للإهانة، فهب أن العالم لا يقوم بشيء من ذلك اكتفاء بغيره في فرض كفاية أو حتى عجزا عن الواجب وعملا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فهل يكون المخرج من الأزمة عيبه وهمزه والتشنيع عليه وتنفير الخلق عنه وإضعاف مكانته في النفوس؟ إن هذا لمن عمل الجاهلين.